عائشة هلال، عمري 45 سنة، أم لثلاث أولاد، الكبيرة عمرها 18 سنة والصغيرة عمرها 15. أحمد عمره 17 سنة. كنا عايشين بحلب بالصالحين كرم حومد. كانت حياتنا ولا أحسن من هيك، كتير كنا حياتنا كتير ممتازة. بداية الثورة طلعنا من حلب مشينا على إدلب، جوزي بخصير حمص. آخر الأخبار معركة قصير حمص فقد، ما بعرف عنه شيء طاول. في خل التفاح طبعا يصير أحسن، ضحك ضحك شيء بشكل. صار لي بهالخيمة هاي من خمس سنين للأربع سنين، تعودت على هالمكان. منطقتي صايرة على الأربع مفارق، دركوش، سلقين، إدلب. العالم كلياتها تيجي تشتري من عندي الفطاير، خبز أبيض. بلش بشغلي من الساعة 7 الصبح للمغرب، ما طول في عندي عجينة بركب محلي. وأحياناً بيصير عندي شغل ضغط ضغط، شيء ممتاز يعني. أحياناً بعمل كليين طحين وبضل بركي نهار كلياته، ما بشتغل شي طاول، فوت العجينة وفوت على بيتي. في البداية كنت اشتغل فلافل، سندويش، مرتديلا، هيك شي. قام اجا زلمة يقولوا له ابو ابراهيم شيخ، اشترى من عندي اول مرة، ثاني مرة طلع هيك ما عندي تنور. راح حاله راح جاب لي تنور وجاب لي كيس شمينتو طبه هون. بالنسبة لإلي لشغلي لشيء، بتحسي وقت انزل على الشغل او شيء بتحسي نظرة العالم انه امرأة وعم تشتغل، يعني هيك تحسيها نظرة غريبة. بيوم من الايام اذا تحررت حلب برجع، ليش ما برجع؟ برجع على بلدي، على حارتي، على ناسي، على بيتي، محل ما ربي ولادي، محل ما ولدت ولادي. احلى ايام حياتي فعلا قضيتها بحلب.